اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك توك. الحلقه دي معموله مخصوص للجمهور اللي بعت لنا كتير بيسال عن موضوع تكنولوجيا ال 5G. اكيد طبعا سمعت عن الاعلانات اللي كانت شغاله في كل حته عن ال 4G، وفي ناس كتير دلوقتي غيرت التليفونات والشريحه لل 4G عشان تستفيد من السرعه الجباره اللي شركات الاتصالات بتعلن عنها. السؤال اللي بيطرح نفسه، تفتكر انت حسيت بفرق؟ يا ريت لو حسيت بفرق تشاركنا برايك على صفحتنا على الفيسبوك. اليومين دول بقى الناس كلها بتتكلم عن ال 5G اللي هيعمل ثورة كبيرة في الاتصالات حوالين العالم، واحنا حتى في مصر هندخل حقبة ال 5G وكلام كبير. السؤال بقى، ايه قصة بقى الجي اللي مصدعيننا بيها دي؟ تفتكر هيبقى في فرق كبير فعلا في الاتصالات والسرعة، ولا في تطور حاجات تانية مش عارفينها؟ هل في خطورة في التكنولوجيا دي ولا مفيش؟ ويا ترى ايه الفايدة اللي هتعود علينا المتطور ده؟ وهل فعلا احنا نقدر نستخدم التكنولوجيا دي؟ وايه بقى اخبار التجسس والخصوصية وغيرها؟ في الحقيقة عشان نجاوب على الأسئلة دي كلها محتاجين نغوص في أعماق تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية وخصوصاً اتصالات الموبايل، ونعرف التطور اللي حصل ليها ونجاوب على كل الأسئلة اللي تخطر على بالك. بالمناسبة أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، الحلقة دي من أولها كده مليانة مصطلحات، ولو بتعرفش تحفظ يبقى كراستك بقى وقلمك وكوباية شايك وتركز معانا، ولو مالكش في الاتصالات وهتقول الراجل ده جاي يصدعنا، مالنا احنا ومال المصطلحات والاتصالات، احنا ناقصين وش؟ ساعتها هقول لك تمام يا باشا بلاش تتفرج على الحلقه دي، بس لما تلاقي موبايلك بقى مطلع لك حاجات عجيبه من نوعيه جي بي ار اس وايدج واتش بلس وغيرها، هتلاقينا بقى حاطين لك الحلقه دي على اليوتيوب تقدر تتفرج عليها، عشان احنا كده عايزين نفيدك بالعافيه. بذمتك في حد بيعمل كده؟ ما علينا، جهزت الورق والقلم والشاي، يلا نبدا على بركه الله. حرف الجي اللي حضرتك بتسمعه كتير بقى في الدعايه في الكلام عن شبكات الموبايل ما هو الا كلمه جينيريشنز، يعني اجيال شبكات الاتصالات. أول جيل من أجيال شبكات الاتصالات اللاسلكية كان اسمه 0G، وده كان موجود أيام الحرب العالمية الثانية قبل اختراع شبكات الموبايل، كان شبكات اتصالات لاسلكية. بعدها بدأت التقنية دي تنتشر في العربيات، ويمكن بقى اللي يعرف تليفونات العربيات زمان كانت كلها 0G أو الجيل صفر. عموما ما كانش ينفع وقتها يتقال عليه موبايل، لكن في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ظهر الجيل الأول من شبكات الموبايل أو 1G، وده ظهر مع بداية انتشار أول موبايل محمول، وشكله كان حاجة ضخمة جدا. لكن الجيل ده من الشبكات أطلقوا عليه الجيل الأول لأنه تقريبا أول جيل يحصل فيه اتصالات على مسافات كبيرة جدا، عشان كده سموه برضو تيليكوم. الجيل الأول كان فيه تكنولوجيا معينة كلها أنالوج تكنولوجي. من أهم مشاكل التقنية دي هي عدم القدرة على نقل الصوت لمسافات طويلة، ده غير أنها بتتأثر بالبيئة المحيطة زي الإرسال بتاع التلفزيون القديم، ده غير أنه ما كانش فيها إنترنت ولا كانت بتدعم التجوال أو الرومينج. بعد كده الخبراء والمهندسين قال لك مش نافع بقى موضوع الانالوج ده، احنا عايزين نغطي مساحه كبيره جدا، ده غير ان الانالوج ده ما كانش بينقل غير صوت بس. وبس يا سيدي، وراحوا مخترعين لنا بقى ايه؟ ال2G او الجيل الثاني من شبكات الاتصالات. ال2G ظهرت في بدايه التسعينات تقريبا، ودي بدايه حقبه الديجيتال او التقنيات الخاصه بالاتصالات المعتمده على التكنولوجيا الرقميه. طبعا مش محتاج اقول لك ان ده بسبب التطور اللي حصل في الكمبيوتر في الوقت ده. في الحالة دي الصوت بتاع حضرتك أو المكالمة بتتحول من أنالوج لديجيتال، وبعدين ترجع تتحول من ديجيتال لأنالوج تاني عشان حضرتك تسمعها، ودي عملية بقى رياضية داخل فيها الكمبيوتر وخوارزميات خاصة مش طالبة بقى نكلكع لك الدنيا أكتر ما هي مكلكعة. المهم إن التليفونات أو العدة نفسها بقت أصغر طبعا من الأول بسبب إن الجيل ده من الشبكات ما كانش محتاج باور كبير عشان الاتصالات، كده حجم الجهاز صغر بالتأكيد. أنت فاكر بقى تليفونات النوكيا القديمة والحاجات العتيقة دي كلها بتشتغل 2G، عشان كده لما حد يقول لك ان التليفون ده امن قول له طيب ربنا يوفقك، لان سعادتك بتستخدم عده التقنيه بتاعتها من التسعينات واحنا دلوقتي في القرن ال21. بما اننا لسه بنتكلم عن ال2G، فدي بقى التقنيه اللي بدات تنتشر معاها فكره الرومينج او التجوال، لكن تجوال مع صداع. عشان تليفونك كان يشتغل في اي بلد تانية بتسافر ليها كان لازم تكون الشبكه اللي في البلد اللي انت رايحها بتستخدم نفس تكنولوجيا ال2G بتاعت الشريحه بتاعتك. لما انتشر بقى ال2G على مستوى العالم كانت كمان بتستخدم في الرسائل، وظهرت الاس ام اس او الرسائل القصيره، وظهر مصطلح جي اس ام، ده اللي هو ايه بقى؟ ده يا سيدي اختصار جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن، لانه بقى نظام عالمي للاتصالات المحموله، وبدا يحقق نجاح كبير كتقنيه عالميه لنقل الصوت. بعد كده المهندسين يسكتوا؟ لا طبعا، قال لك طب حققنا نقل الصوت لمسافات بعيده وبنقاء عالي وبقى نظام عالمي، طب واخبار الداتا ايه؟ داتا مين يا عم الحاج؟ ايوه يا سيدي، الداتا يعني نقل البيانات، ايه المشكله لما ننقل بيانات عن طريق الموبايل تكنولوجي كمان طالما انها بقت ديجيتال؟ الرجاله وقتها طلعوا لنا بقى اختراع تاني وعملوا ترقيه لل2G،
راحوا عاملين لك ايه بقى يا سيدي؟ 2.5G و2.75G. سمعت انت عن الكلام ده قبل كده؟ ما اعتقدش. ايه بقى التقنيات دي وايه علاقتها بال3G؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بيكم. قلت لي بقى اخترعوا لنا ايه بعد ال2G؟ اول حاجه 2.5، ودي اللي ظهر معاها تقنيه في نقل البيانات اسمها GPRS. ايه الكلام ده؟ ده اختصار General Packet Radio Service، يعني خدمه نقل البيانات عن طريق موجات الراديو. طبعا سرعه نقل البيانات عن طريق الجيل ده كانت بسيطه جدا. ال2.5G كان اقصى سرعه داونلود 114 كيلو بت في الثانيه، ودي كانت أول مرة يكون في إنترنت على شبكات الموبايل. وظهرت كمان خدمات الرسائل بتاعة المالتي ميديا MMS، اللي ما أعتقدش بقى أن في حد من حضراتكم استخدمها أو فاكرها. المهم سعادتك دلوقتي لما تكون بتستخدم موبايلك وتلاقي الإنترنت عندك سرعته مهببة والتليفون قلب GPRS، تعرف أن الشبكة اللي انت لاقط عليها آخرها 2G. بعد كده بكذا سنة تقريبا راحوا طالعين لنا بقى باختراع جديد، قال لك بقى ايه السرعة دي كلام فارغ، احنا عايزين نعلي سرعة نقل البيانات على الموبايل. عملوا بقى تطوير لل 2.5G وعملوا ال 2.75G. ده ايه ده كمان بقى؟ ده سيدي معروف باسم ايدج، وده اختصار Enhanced Data Rate for GSM Evolution. ما علينا، المهم ان اسمه ايدج، ده معناه ان سرعة نقل البيانات اسرع من ال 2.5G. بكام بقى يا سيدي؟ سرعته 384 كيلو بت في الثانية للداونلود. ياه ايه السرعة دي؟ طبعا انت لو بتحمل اغنية تليفونك هيتشل، وانت شخصيا هيجيلك العصبي. دلوقتي عرفت سعادتك لما تليفونك بتبقى فاتح الداتا وتلاقيه قلب علامة الاي او الايدج، ساعتها انت كده على شبكة 2.75G. المهم حضرتك كل ده عبارة عن ايه؟ عن 2G، عشان بس ما حدش يخدعك ويقولك 3G. طب امال ايه بقى 3G؟ مع التطور الكبير في الانترنت والمواقع والمالتي ميديا والفيديو والصور، كان لازم سرعة نقل البيانات تزيد على الموبايل، وإلا ما حدش هيدخل على الانترنت من الموبايل على الإطلاق. وده اللي فكر فيه المهندسين، يلا نخترع حاجة جديدة عشان نزود سرعة النت. المهم قبل ما نروح لل3G، كل التغيرات اللي كانت بتحصل دي كانت محتاجة بنية تحتية للاتصالات تتطور بنفس سرعة التطور ده، وده ما بيحصلش بسبب ان الشركات مش عايزة تصرف فلوس كتير ومش عايزة ترقي الخدمات. فبالتالي ممكن تلاقي نفسك شغال على 2.75 ويقول لك ان ده 3G، ولا حد فاهم اي حاجة. نيجي بقى لل3G، الجيل الثالث من شبكات المحمول ده، ظهر تقريبا 2001، ومعروف كمان بالاسم UMTS، وده اختصار Universal Mobile Telecom System. وده سرعته ما كانتش اعلى كتير من ال 2.75، عشان كده الناس كانت بتسوق له على انه 3G، خصوصا لما بدأت تظهر الابليكيشنز على الموبايل اللي بتدعم الفيديو كول على سرعة 384 كيلو بت في الثانية. ما علينا، المهم الأزمة كلها كانت في السرعة برضو، فاخترعوا حاجة تانية سموها 3.5G وكمان 3.75G. دول بقى الفرق بينهم في السرعة برضو. المهم الفرق بينهم الاثنين كان حوالي 2 ميجا بت في الثانية لحد 7 ميجا بت في الثانية. لو شغال على تقنية في 3G اسمها HSPA، دي هتلاقيها حرف الـ H بلس موجود على الشبكة عندك، ولو شركة الموبايل بتدعم السرعة دي. المهم بقى يعني صباح الكلكعة الخبراء عاملينها لنا. بصراحة في تطور في سرعة شبكات الموبايل لنقل البيانات الرقمية زي الصوت والصور والفيديو والإنترنت، لكن بعد كده راحوا طالعين بحاجة اسمها 3.9G، والمعروف باسم LTE أو Long Term Evolution، وده اللي أغلب شركات المحمول بتسوقه على إنه 4G، وده مش صحيح. وهتلاقي شركات تانية بتسوق لل 4G هو في الحقيقة HSPA+، اللي في الحقيقة تقنية من تقنيات ال 3G. وفي شركات يعني بتحاول يكون عندها شوية ضمير مع المستخدم، بتقول لك لا سيدي احنا عندنا 4G LTE، وفي الحقيقة هو بيحط كلمة LTE علشان يقول لك انه مش 4G قوي، يعني هو LTE. في الحقيقة كل ده هري، لان كل التقنيات دي لها علاقة بال 3G بسرعات مختلفة بتخليك تحس بفرق فعلا في الفيديو ستريم واليوتيوب والفويس كول على تطبيقات الانترنت، وسرعة داونلود تتراوح نظريا من 7 ميجا بت لحد 56 ميجا بت في الثانية. وانا بقول نظريا لان ده ما بيحصلش. سنة 2009 تقريبا ظهر علينا ال 4G في السويد، وبقى الجيل الرابع لشبكات المحمول، والمفروض انه اسرع 10 مرات من ال 3G تقريبا. والاتحاد الدولي للاتصالات بيقول ان ال 4G المفروض سرعته تكون 100 ميجا بت في الثانية للداونلود، وده طبعا سعادتك سيادتك ما بيحصلش بسبب ان الشركات زي ما قلنا بتسوق حاجة على انها حاجة تانية،
على اعتبار ان الناس مش فاهمه حاجه لانهم مش عايزين يصرفوا فلوس في البنيه التحتيه. اكيد طبعا انت فهمت دلوقتي ان هيخترعوا لنا 4.5G كمان شويه. الحقيقه هو موجود بره اساسا حاجه اسمها LTE Advanced، وده المفروض سرعه الداونلود بتاعته 128 ميجا بت في الثانيه، وبعض الدول بتسوق له على انه حاجه اسمها واي ماكس، وده مش حقيقي. في تكنولوجيا تانية بيسولها برا حاليا بس لسه ما انتشرتش غير في كوريا، وهي LTE Advanced. المفروض ان سرعة التكنولوجيا دي 1 جيجا بت في الثانية. خيال طبعا. استنى، لسه بيه كمان بيفكروا في حاجة اسمها LTE Advanced Pro، وده سيادتك سرعته 2 جيجا بت في الثانية، ودي اللي هتاخدنا للجيل الخامس او الـ5G. يا حلاوة، ايه كل الاجيال دي واحنا لسه عندنا بنعمل ريستارت للراوتر والمكالمه بتقطع في نص الكلام والانترنت سرعته طلقه زي ما حضراتكم عارفين. السؤال المهم بقى، ايه قصه الـ5G وايه لازمتها اصلا، وهل احنا مستعدين للتطور ده ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بيكم. معلش تعبنا دماغ حضرتك بكمية الأجيال والمصطلحات دي، بس على الأقل انت عرفت اننا عايشين في الطراوة بيسوقولك حاجات هي مش حقيقية، وعلى الأقل برضو عرفت ايه العلامات اللي بتطلع لك لما بتفتح الانترنت دي. نيجي بقى للـ5G. ده يا سيدي الجيل الخامس من شبكات الموبايل، متوقع انه يكون متاح في 2020. في الحقيقة عشان اكون صريح معاك، شكلنا هندخل في هاري كتير جدا قبل ما نشوف اي حاجة ليها علاقة بالـ5G. الجيل الخامس مش موجود حاليا على مستوى كبير، اللي موجود مجرد اماكن للاختبار، والمفترض انه معيار السرعه التقنيه دي تتراوح من 1 الى 10 جيجا بت في الثانيه، والاتحاد الدولي للاتصالات بيقول ان المفروض توصل جيجا بت في الثانيه، يعني سيادتك ممكن تحمل فيلم هاي كواليتي في اقل من ثانيه، انت متخيل؟ طبعا انا قصدي اللي هيكون عندهم التقنيه دي اساسا. عموما لحد دلوقتي مفيش اتفاق دولي ولا معايير لموضوع الجيل الخامس لشبكات المحمول او الـ5G. والغرض الأساسي من الجيل الخامس هو أن كل شيء يبقى متصل بالإنترنت، وده بسبب السرعات العالية في الاتصالات اللي مطلوبة عشان توصل أجهزة إلكترونية كتير بالإنترنت. ده غير طبعا بقى السمارت سيتيز أو المدن الذكية والعربيات الذكية، كل ده هيبقى متصل بالإنترنت. فهنجيب بقى سرعة منين لكل الأفلام دي؟ خلينا أوري لك نموذج كده العربية المفروض أنها معتمدة على الإنترنت ومتصلة بيه دايما، من نوعية الأوتونوماس كار. Okay, here it comes. And nobody in the driver's seat. Wow. It's beautiful. Everything about the design of the Symbioz demo car was done with a purpose. Its dual motor rear wheel drive electric powertrain accelerates it from 0 to 100 kilometers, that's 60 miles for my American friends, in just 6 seconds. It's almost completely smooth with front vertical air intakes and side wind deflectors to reduce drag and turbulence for better efficiency. And its chassis was reimagined from the ground up for electric power and autonomous operation. So I can just let go? Yes, let it go now. Completely, okay. Nothing? Okay. Nothing. Wow. Because no conversation about the next decade of automotive technology can ignore the safety and convenience advantages of well-implemented driverless technology. So the Symbioz demo car is bristling with sensors. Now, none of this happens without some significant advances in mobile connectivity. So the Symbioz demo car features relatively obvious things like an always-on internet connection for streaming audio or video content, navigation in traffic, and calendar updates from your digital assistant. But there was also some stuff that I didn't expect. VX2, or vehicle-to-infrastructure connectivity, can display helpful information like nearby tourist attractions on the dashboard screen. It can warn the vehicle about any upcoming hazards like accidents or poor weather, and it can even allow navigation through toll booths without any intervention required from the driver whatsoever. قول لي انت والنبي، الطياره اللي شفتها دي هتشتغل ازاي على سرعات الانترنت التعبانه اللي موجوده دلوقتي؟ انت متخيل كميه السنسورز والداتا اللي العربيه دي بتبعتها للانترنت قد ايه في الثانيه الواحده، من كاميرات لبيانات خرائط لاتصالات وغيرها؟ خيال يعني. بالمناسبه العربيه دي مفيش منها غير واحده بس حاليا في العالم، عشان بس ما تحلمش. ولا اقول لك احلم يا سيدي، تعال اوري لك عربيه ثانيه موجود منها دلوقتي. It's my great pleasure to welcome you here at the Design Week in Milan. We look at product design, we look at furniture design, it's a very strong inspiration. This is the place to be. Yeah!
دي خزعبلات يا راجل، مالنا احنا ومال الكلام ده؟ ناس رايقه. بسبب انتشار الاجهزه اللي محتاجه اتصال سريع بالانترنت من اول المدن الذكيه زي ما قلنا، للبنيه التحتيه الحرجه، للمنازل الذكيه، قرر المهندسين والعلماء يشتغلوا على تطوير ابحاث ال 5G. بصراحة أنا مش عايز أدخلك في تعقيدات بقى تقنية زي التقنية دي هتشتغل إزاي عشان توصل لسرعات الإنترنت بالخيال ده، كفاية اللي شرحناه على الإجيال اللي موجودة دلوقتي. بس ببساطة لازم تعرف إن التقنية دي فعلا لما تبقى متاحة هتغير شكل الحياة اللي إحنا عايشينها، وأبسط حاجة هتتغير هي إن عدد الأبراج اللي محتاجينها علشان نشغل تقنية زي دي هتبقى كتير جدا جدا وقريبة من بعضها، ودي اسمها سمول سيلز، وده لأن التقنية بتاعت الموجات بتاعت الشبكات دي ما بتتنقلش لمسافات كبيرة زي الأجيال اللي قبلها، بتتأثر من المباني، ودي اسمها مليمتر ويفز أو موجات المليمتر. المهم اللي لازم تعرفه إن في صراع دلوقتي ما بين الصين والولايات المتحدة على مين اللي هيسيطر على صناعة تقنية الـ 5G ومين اللي هيقدمها الأول وهيطور خدماتها، لأن ده اقتصاد كبير جدا. عموما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مش كل تطور في التكنولوجيا كويس زي ما قلت في أول الحلقة. تطور أجيال الشبكات قدم خدمات كتير جدا على مستوى الاتصالات، والأهم إن تأمين الشبكات والتشفير زاد بزيادة تطور أجيال الشبكات، وعشان كده كل ما تستخدم جيل شبكات أحدث فأنت أكيد في أمان أفضل من شبكات قديمة، خصوصا لو هتستخدم خدمات وبرامج بتعمل تشفير. وعشان كده بقولك التليفون أبو 100 جنيه ملوش أي لازمة ولا يحميك من أي شيء، وارجع بقى ذاكر الحلقة تاني وانت تعرف ليه. لكن تفتكر ايه بقى اللي مش كويس في التطور ده؟ ولو ان السؤال ده محتاج حلقات كتير، بس لو هنتكلم عن الـ 5G بما انه اللي جاي، فحابب اقولك انه هيبقى فيه انتهاك غير طبيعي للخصوصية بسبب ان كل حاجة هتبقى متصلة بالانترنت، ده غير ان تحركات اي حد هتبقى مرصودة بمنتهى السهولة بسبب عدد الابراج اللي هيبقى منتشر جدا في نطاق ضيق. والأهم من كل ده، اعتماد التقنية دي على الكلاود والإنترنت هيخليها هي والخدمات والأجهزة المتصلة بيها عرضة لكل الهجمات الإلكترونية اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. وزي ما بقول دايماً، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، يعني اتعلم نستخدمها صح يا إما هي اللي هتستخدمنا. استنونا في حلقة جديدة، والتيك توك على القاهرة والناس.